احنا بدنا نشرع على تاسيس منظومه كاميرات ذكيه، هاي راح توفر امان 100% لبغداد وكل العراق، هاي كل العالم يعمل بهاي الطريقه، انه ماكو نهايه سائبه، سياره من تسوي مشكله من تسوي جريمه ما ممكن تختفي، تقدر تعرف طلعت من هالبيت دخلت بهذا البيت، هي هاي منظومه الكاميرات، كاميرا تسلم لكاميرا. كاميرا تسلم لكاميرا، مسار كامل يطلع لك، احنا كل الطرق راح تؤثث الرئيسيه بهذه الكاميرات وشرعنا بيها. بحسب المواصفات الفنية العالمية اللي تعدها وزارة الداخلية مركز مراقبة السيطرة الإلكترونية.